تعرف تاريخه قيس سعيد؟ نعرف تاريخ كنت؟ تعرفوش تاريخ؟ تعرفوش تاريخ؟ عنده تاريخ خايب قيس سعيد؟ لا نشت فيه أنا قلت تعرف تاريخه قيس سعيد؟ أنت تعرف تاريخه قيس سعيد؟ نعرف عنده تاريخ خايب ما نعرفوش عليه. ما نعرفش خايب ولا باهي. أنا ما نعرفش. قيس سعيد من الناس اللي انضموا لقوات أوس الحرة اللي هي أقصى الوطد بعد الثورة وقادوا مع رضا لينين ومع ما تعرفهمش الأسامي هذوما. هذوما وقتي أنت. كلية حقوق رضا لينين. إيه لا هذا عليه هو ما يعرفهم. تقول انت مش محترم هو باهي مشات معك انت تعلمني الادب مشات معك مادام مش محترم سي مش خليك كمل خليك كمل يس يس قصيت علي سيدي قداش عندك من شهر حبس محكوم عليه بصراحه انا ما نقلت الادب انت قداش عندك تو من شهر حبس محكومين عليك به خمسة شهور صحيح ثلاثة واثنين وانت علاش شديت انا شديت سلبا شديت ثلاثة شهور سلب شنو في البريس الجمهوري تو باش تقعدوا تتعاركوا حبس ندخل معك في العركه زاده عندي شكل بيها يا مالش لا والله حكايه هذه انت علاش شديت وانا علاش شديت لا بالتكليف مش كيف مجموعه سجناء قدامنا نعملوا نادي لهنا وكهو نتاع فلسمبري انا قدام المرنقيه اي فوالا معناها اليوم تنطبق وحش المرنقيه تنطبق على البرنامج وعندنا ثلاثه من المرنقيه تفضل سي لا انا قبلكم من رجيم معتوب من وقت بورقيبه ومن بعد بن علي وبعد تفضل خويا